بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم على برنامج فيوجن 360، أو برنامج بعمل بيه نماذج ثلاثية الأبعاد. النهاردة هنتكلم على الجزء الخاص بالسكتش، ازاي ارسم حاجات ثنائية الأبعاد وازاي احولها لثلاثية الأبعاد. خلينا في البداية نبص هنا شو داتا بانل، دي بعض المشاريع اللي انا اشتغلت عليها مؤخرا. ممكن لو انت عايز تشاركها مع زمايلك اقول له شير بابليك لينك، فاديهم ادي اللينك ده لأي حد يقدر يدخل يبص على المشروع. انسخ اللينك دوت، تمام. قال لي هو item to be downloaded، هل هو مسموح ان هو يتعمل له داونلود ولا لا؟ require password to access the public link، يعني هل هو محتاج باسورد ولا لا؟ زي ما انت عايز. لو دوست هنا هيقول لي طب اكتب الباسورد اللي الناس مطلوب منها تكتبه عشان تبدأ تبص على اللينك دوت وتعملها داونلود، تمام. هنا لو في اي ملف عايز اعمل له ابلود فبقول له ابلود، بيقول لي حدد الملفات ديت وابدأ ارفع الملفات دي بحيث ان انا اقدر اشاركها مع زمايلي، تمام. طيب اقامة براوزر، زي ما احنا شايفين هنا بلاقي نيم فيوز، دي مجالات الرؤية، مثلا ده التوب، الفرونت، الرايت، الهوم، اللي ممكن اجيبه من هنا. بس هنا بيديني ممكن اضيف حاجة كمان، يعني اعمل فيو جديد واديله اسم من كونستراكت زي ما انا بشوف بعد كده، فيبقى عندي كذا فيو وابدأ اتنقل بينهم زي ما انا عايز. من هنا اقول له مثلا عايز اخش على الرايت، على الفرونت، على التوب، تمام. هنا ده الوحدات القياس هتشتغل بأني واحدة. هنا الاوريجن، هل انت عايز تشوف الاوريجن هنا الشكل دوت؟ ممكن اقول له مثلا انا عايز اشوف الاوريجن بالشكل دوت. ممكن اقول له انا مش عايز اشوف الواي والزد خالص، او الاكس واي مش عايز اشوفهم، او تقدر تنسخ حاجة فيهم. يعني واحد فيهم مثلا تروح عامل عليه هنا رايت كليك وتقول له انا عايز اعمل له موف، تنقله من مكانه، او تعمل له كوبي، او تعمل له ديليت، زي ما انت عايز. يعني اقدر اتحكم في دول زي ما انا عايز، تمام. خلينا بقى نبدأ نرسم سكتش. هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم لاين، فبيقول عايز ترسم لاين على اني مستوى، المستوى ده ولا المستوى ده ولا المستوى ده. بقول له اختار المستوى دوت وابدأ ارسم لاين، تمام. بيطلع لي السكتش باليت، بلاقي فيها هنا لوك ات لو انا عايز اعمل زوم على جزء معين، سكتش جريد هل انت عايز تشوف الجريد ولا لا، السناب. هنبدا نشوف الحاجات التانية مع بعض. هقول ابدا ارسم بالشكل دوت، ببدا اكتب الطول بتاع الضلع بتاعي، تمام. اكتب مثلا 40 ودوس تاب عشان اكتب الزاويه بتاعتي، تمام. وابدا ارسم زي ما انا عايز. خلصت اروح دايس على العلامه بتاع الصح دي، يبقى كده الشكل بتاعي اترسم، تمام. ابدا ارسم لاين تاني. لو انا عايز ارسم ارك يبقى ادوس واسحب الاقي الارك بتاعي بدا يترسم بالشكل دوت اهو، تمام. اول ما بدات ارسم بدا يعمل لي ان انت شغال في سكتش واحد، وبدا يظهر لي هنا السكتش موجود اهوت، اقدر اخفيه في اي وقت، وعندي امر ستوك سكتش لما اخلص سكتش خالص، تمام. طيب خلينا نقول له مثلا عايز ارسم ريكتانجل. طيب الريكتانجل كذا طريقه للرسم، عن ثلاث طرق. هقول له 2 بوينت يبقى اديله اول نقطه وتاني نقطه هو يرسم المستطيل بالشكل دوت. ممكن اديله ثلاث نقط بمعلوميه ثلاث نقط، بمعنى هقول له ادي اول نقطه، دي تاني نقطه، وده النقطه الثالثه بالشكل دوت، تمام. ممكن اقول له انا عايز بمعلومه السنتر، يبقى انا هحدد المركز بتاع هنا عمل لي سناب على الميد بوينت، تمام. كده انا حددت المركز، هبدا اسحب وابدا ارسم المستطيل بتاعي بالشكل دوت اهو زي ما انا عايز، تمام. ممكن اكتب برضو، تمام، لو انا عايز اكتب قيمه معينه بالشكل دوت اهي، ادوس انتر خلاص كده اترسم معايا، تمام. السيركل ممكن اقول له سنتر ودايمتر، ده السنتر، واكتب له الدايمتر مثلا 80، هيبدا يرسمها لي، تمام. ممكن اقول له لا، طب انا عايزها بمعلوميه 2 بوينت، هديك نقطتين، النقطه الاولى النقطه الثانيه، وانت ارسم لي الدايره. ممكن اقول له بمعلوميه 3 نقط، ادي اول نقطه، تاني نقطه، والتالت نقطه بقى زي ما انا عايز، ماشي. طيب ممكن اقول له انا عايزها بمعلوميه ممسين، يعني هديك ضلعين فانت ترسم لي دايره بينهم بحيث ان الضلعين دول يكونوا ممسين، او لو انا طلعت خط من نقطه المركز لاي واحد فيهم يبقى عمود عليه،
تمام، يعني مثلا ده وده اهو بدأ يرسم لي الدايرة. من لو رسمت خط من المركز لهنا هلاقي ان هو عمودي على الخط دوت على المماس. تمام، طيب لو قلت له ارسم لي سيركل معلومية 3 خطوط زي مثلا يعني 3 خطوط مثلا دوت ودوت وده مثلا اهو. تمام تمام ده كده السيركل، نقول له ارك، هيقول لي حدد لي 3 نقط، اول نقطة تاني نقطة تالت نقطة. ارك السنتر بوينت، ارك يبقى انا هديله السنتر بوينت واقول له المسافة قد ايه. تمام، وبعد كده ابدأ ارسم القوس بتاعي زي ما انا عايز، وممكن اكتب له مثلا خلاها مثلا 90 درجة بالشكل دوت. تمام، ممكن اقول له ارك تانجت ارك من النقطة دي مثلا للنقطة دي. طيب ممكن اقول له بوليجن، عايز ارسم بوليجن يعني اشكال خماسية سداسية سبعية زي ما انا عايز. هنا هبدأ ارسم، اول حاجة بديله نقطة المركز بتاعتي واديله المسافة من نقطة المركز عمودي على ضلع من الاضلاع بالشكل دوت. يبقى هو المسافة من هنا لهنا ده اللي انا بديه له. اللي بعد كده البوليجن من نقطة المركز للمسافة بين تقاطع الضلعين. تمام اهو، يبقى ده المسافة من هنا لهنا وده المسافة من هنا لهنا. تمام، طيب بعد كده بولجن وبقول له ايدج بولجن، يعني بديله مثلا اقول له انا عايز ضلع من الاضلاع يكون من هنا لهنا. بعد كده بيقول لي انت عايزه خماسي ولا سداسي ولا ايه بالظبط، بقول له مثلا خليها ثماني. تمام، الاليبس، الاليبس يعني شكله بيضاوي بديله ضلع من الاضلاع وبعد كده اديله التاني بالشكل ده، ده شكل بيضاوي. وبعد كده سلوت سنتر تو سنتر بديله سنتر سنتر، هو يبدأ يعمل لي الشكل. تمام، اوفر اول هبدأ اديله من اخر نقطة لاخر نقطة هو يبدأ يرسم لي الشكل بالطريقة ديت. تمام، سلوت سنتر بوينت هديله سنتر بوينت اهي بتاعت الشكل، هيبدأ يرسم لي الشكل بتاعي بالطريقة دوت. ببدأ ان انا اديله سنتر بوينت وبعد كده ابدأ ارسم الشكل بتاعي. وبعد كده الاس بي لاين في شكل فيه انحناء شوية. تمام، ابدأ ارسمه ولما اخلص هقول له موافق، بيبدأ يظهر لي المقابض، ابدأ اتحكم في المقابض ديت. تمام اهي، ان انا ابدأ احركها بالشكل دوت بحيث ان انا اوصل للشكل اللي انا عايزه. تمام، ده ال سي بي لاين. اغلب الاوامر دي هتلاقيك اشتغلت عليها سواء مثلا في الاوتوكاد او ال 3 دي ماكس او اغلب البرامج، فاحنا بنمر عليها سريعا بحيث لو محدش اشتغل عليها قبل كده. الكيرف هبدا اديله الكيرف وابدا اديله من هنا وبعد كده هو بيديني سهم بحيث اقدر اتحكم في الكيرف هيبقى قد ايه بالشكل دوت. البوينت ببدا اديله بوينت بحيث مثلا اقول له مثلا انا عايز ارسم 4 دوائر، فببدا احط النقط اللي انا عايزها بحيث تسهل عليا بعد كده. ماشي، بعد كده بقول له تكست، انا عايز ابدا اكتب اي تكست وليكن مثلا فيوجن فيوجن 360، الارتفاع بتاعها هيبقى قد ايه، الانجل بتاعتي الزاويه بتاعتي مثلا 15، التكست هل انت عايزه بولد ولا ايتاليك ولا اندرلاين، الفونت نوع ايه. تمام، طيب هنا طول ما انا ماشي ممكن اعمل بعض القواعد، يعني مثلا ممكن اقول له خلي دي عمود على ديت، ممكن اقول له اعمل لي ايكوال خلي ده مثلا الاتنين مساويين لبعض. تمام كده، مجرد اي واحد فيهم اتغير خلاص في قاعده بينهم ان ده قد ده في علاقه بينهم ايكوال. تمام، ممكن اعمل علاقه مثلا بيربنديكولار وانا برسم، ممكن اعمل يعني دي علاقات بتساعدني في الرسم بحيث ان انا مثلا رسمت مستطيل ما بقاش احرك نقطه تلاقي الشكل بقى شكل شبه منحرف. تمام، طيب بلاقي عند بعض الاوامر زي فيلت زي تريم زي اكستند، الحاجات دي بتساعدني في الرسم. يعني مثلا ممكن اقول له فيلت، اعمل لي فيلت مثلا بين الضلع ده مثلا والضلع دوت، ده بيعمل ايه، بيوصلهم ببعض ويعمل كيرف بينهم.
تمام. الكيرف ده ابدا بقى احدد هيبقى قد ايه، مثلا 10 مثلا، تمام. فبيحدد لي نص القطر بتاع دوت، الدايره اللي هنا دي هتبقى قد ايه. ده مثلا امر فيلت، تعالى مثلا امر تريم، تبدا تعمل تريم مثلا لجزء زي دوت، مجرد تدوس على جزء يبدا يقطعه ويشيله خالص بالشكل دوت اهو، تمام. طيب اكستند بيعمل امتداد للشكل، تمام. ممكن اجي هنا مثلا على الخط ده يبدا يعمل امتداد ليه لحد ما يوصل بشكل تاني اهو، تمام. هو بيشوف يكون في خط متقاطع معاه، خطوط كتيره، بيفضل يكمل لحد ما يلاقي خط. ممكن تلاقي مثلا الخط ده مثلا هو اللي مخليه موقف مش مكمل اهو، تمام. خلينا مثلا نختار حاجة زي هنا مثلا اهو. ممكن اقول له بعد كده بريك، هبدأ اقطع، يكون مثلا في خطين متقاطعين زي مثلا دوت، فبقول له خط، الخط ده خط واحد، هقول له بريك، هيعمل لي قطع هنا، هيخلي ده خط وده خط، هيخلي ده خط منفصل عن الخط دوت، بيقطع الخطوط في النقاط اللي بيتقابلوا فيها. ده امر بريك، تمام. اوفست، هبدا اعمل اوفست من ضلع معين، هقول له مثلا قد ايه، بيقول لي انت عايز مثلا اوفست قد ايه، مثلا اقول له خليها 15، تمام. فعمل لي اوفست بالشكل دوت. طبعا الاوامر دي كلها بتساعدني ان انا عايز ارسم شكل معين، فكل اوامر دي ببدا استخدمها بعد كده. ميرور، يكون عندي اشكال معينه، هبدا احدد الاوبجكت، وبعد كده هحدد الميرور لاين، الخط اللي هيتعمل عليه ميرور، يبقى الناحيه التانيه، اوكي. فبقى عندي الدوريه هنا والدوريه هنا، تمام. كل دي طبعا اشكال كتيره جدا، ف هلغيها دلوقتي خالص، عملت على سيلكت وقلت له ديليت، تمام. او ممكن مشيت لتحت ده احرك المؤشر فاروح الامر اللي قبل ده على طول، تمام. هقول له دلوقتي انا عايز ارسم مثلا مستطيل عادي، تمام، بالشكل دوت. طيب عشان ابدا اديله البعد بتاعي ان هو يبقى 3D، هقول له هنا ستوب سكتش، تمام. هاجي هنا اقول له كرييت، هقول له اعمل له اكسترود، فيبدا يطلع بالزد بالشكل دوت، تمام. تعال نشوف الاختيارات، بيقول لي المسافه قد ايه، ببدا اكتب له مسافه. هل انت عايز تعمل طبر بحيث ان يبقى فيه ميل، تعال نشوفها. اقول له مثلا 15، تمام، هيبقى في ميل بالشكل دوت بزاويه 15. هل انت عايز دايركشن من اتجاه واحد ولا من اتجاهين، هقول له وريني كده اتجاهين، فبقى في اتجاه فوق واتجاه تحت بس منفصلين عن بعض، يعني ده ممكن اديله مثلا 100 وده 10، تمام، زي ما انا عايز. ده ما بيتحرك غير دوت، ما عندي ديستانس 1 وديستانس 2. ممكن اقول له لا انا عايزها سيماتيك، يبقى الاتنين زي بعض، بحيث بحرك واحد فيهم التاني بيتحرك معاه بنفس القيمة، تمام. اه، بعد كده بيقول لي هل انت عايز الشكل ده ينضم لشكل تاني ولا يتعمل قط، الشكلين يتطرحوا من بعض، ولا انت عايز تشوف الجزء المنقطع بس، ولا عايز جسم جديد، ولا نيو كومبوننت، تمام. ممكن اقول له نيو كومبوننت، النيو كومبوننت ده بيشمل كذا بادي، بحيث ان انا اقدر اعمل عليه عمليات بعد كده، محاكاة، اعمل عليه حركة، اخليه يتحرك بمعلومية جسم تاني، تمام، زي ما انا عايز. اقول له اوكي، تمام، بقى عندي الشكل دوت، وظهر عندي كومبوننت اهوت، تمام، وليه اوريجن وليه باديز زي ما احنا عايزين. ممكن يبقى فيه كذا بادي، مش لازم يكون فيه جسم واحد، تمام. دلوقتي خلينا نشوف مع بعض امر ريفولف. ده برسم انا حاجه ثنائيه الابعاد واديها اكس يلف حواليها فينتج لي شكل ثلاثي الابعاد. خلينا نبدا نرسم شكل مثلا وليكن سيركل بالشكل دوت، هقول له ارسم لي سيركل هنا، تمام، وهبدا اديله الاكس بتاعي، اقول له هنا ريفولف، بيقول لي فين البروفايل بتاعك، اقول له ده البروفايل بتاعي. طب الاكس، هقول له خد الاكس دوت، تمام، هيلف هو حوالين الاكس بالشكل دوت. طيب تعال نشوف الاختيارات اللي عندي. اول حاجه فول بيكمل 360، هقول له ده انا عايز انجل، فبيقول لي ايه الزوايا اللي انت عايزها، اقول له خليها وان سايد الاول، تمام. هلاقي حاجة بالشكل دوت، بختار أنا الزاوية، أقدر أكتب الزاوية هنا على طول، فبيلف بالزاوية ديت. هقول له لأ طب أنا عايزها تو سايد، بيقول لي أنت ممكن تلف فوق ممكن تلف تحت بالشكل دوت، بحيث ينتج لي الشكل بالطريقة ديت. الزاويتين غير مرتبطين ببعض، فبقول له لأ أنا عايزهم الاتنين سيماتيك من بعض، بحيث إن أنا لما أغير الاتنين يتغيروا مع بعض.
تمام. طيب ممكن غير الانجل اقول له تو، يعني ايه تو؟ يعني افضل كمل لحد ما تقابل شكل معين، ممكن يكون عندي مثلا مربع او مكعب او اي شكل، اقول له افضل كمل لحد ما تقابل الشكل دوت، فهنا هديله المسطح دوت، فيبدا يكمل لحد ما يقابل الاكس والزد ويبدا الشكل يظهر عندي بالطريقه ديت. تمام، ممكن اقول له فول لو انا عايز الشكل يكمل، وبعد كده بختار بقى اذا كنت هربطه بشكل جديد ولا يتعمل له كات ولا شكل نيو بادي ولا نيو كومبوننت زي ما انا عايز، هقول له ايه اوكي، فنتج عندي شكل ثلاثي الابعاد بالشكل دوت. تمام، خلينا نعمل ديليت ونشوف الامر اللي بعد كده، وهو امر سويب. امر سويب برسم شكل واديله مسار يمشي عليه. تمام، خلينا نيجي هنا نرسم شكل، ابدا ارسم شكل بالطريقه ديت. تمام، بعد كده هبدأ أديله المسار، المسار هيبقى شكل، المهم ما يكونش على نفس المستوى الأولاني، حاجة وليكن مثلا بالشكل دوت. تمام، وأقول له يستو سكتش. طيب خليني أجي هنا أقول له كرييت، وأقول له أنا عايز أعمل سويب، فهبدأ أديله الشكل الأولاني بروفايل، وابدا اديله الباص بتاعه بالشكل ده. تمام، بيقول لي انت عايز تاخد المسافه كلها بتاعه الباص ولا مثلا بوينت 2، هيبقى كده خد خمس الشكل ولا بوينت 5. تمام، طب الاورينتيشن بتاعي، هل انت عايز الشكل الاولاني يبقى موازي للشكل دوت ولا عمودي عليه؟ يبقى المهم ان هو يكون عمودي على الخط ولا يكون موازي، يعني خلينا نقول له مثلا بارل. تمام، فده هيبقى موازي لده، لو انا رسمت واحد الشكل كله لازم ده يبقى موازي للجزء اللي فوق، انما لو قلت له بيربنديكولار يبقى المهم ان هو يكون موازي على الخط، هو كده يكون عمودي على الخط، الشكل نفسه يكون عمودي على البروفايل والمسار اللي انا رسمه. تمام، دلوقتي هنجرب امر اللي هو لوفت، فابدأ هنا أقول له أنا عايز أرسم ريكتانجل، فهاجي هنا أرسم ريكتانجل على الإكس والواي. تمام، أهو الشكل دوت، وبعد كده هقول له ستوب سكتش، عايز أبدأ أرسم شكل تاني يكون موازي للإكس والواي دوت، فهاجي هنا من كونستراكت هقول له أوفسيت بلان، أوفسيت بلان أختار البلان اللي أنا شغال عليه وأبدأ أعمل له أوفسيت. تمام، اختار كده الاكس والواي وابدا اعمل له اوفسيت زي ما انا عايز وليكن مثلا 40. كده انا ممكن ارسم على الاكس والواي اللي تحت او ممكن ارسم على اللي معمول له اوفسيت. تمام، فهاجي هنا اقول له انا عايز ارسم مثلا سيركل وارسمه على المسطح اللي فوق بالشكل دوت، واقول له ستوب سكتش. كده انا عندي شكلين، الدايره والمستطيل دول، ابدا اربط بينهم واقول له كرييت لوفت، فابدأ احدد الشكل اللي تحت وابدأ احدد الشكل اللي فوق. تمام، هيطلع عندي حاجة بالشكل دوت، اقول له اوكي. ممكن احط كذا شكل مش لازم شكلين بس، يعني ممكن من كونستراكت ابدأ اعمل اوفست بلان، اعمل مثلا 5 6 واوصل بينهم بحيث يطلع لي شكل فيه تفاصيل كتير. بسم الله، الامر بعد كده في تحويل الاشكال 2D ل3D هو امر ريب، ده بيبقى عندي خط بين شكلين وهو بيبدأ يجيب لي الدبس بتاع الشكل دوت. خلينا نبدأ نشغل الأمر، أقول لاين، فأبدأ أختار أشتغل أنهي سطح وليكن دوت، وأبدأ أرسم اللاين بتاعي من هنا لهنا. تمام، طيب لو أنا عايز أبدأ أظبط أي خط كمقاس، تمام، ممكن أجي من هنا من انسبكت وأبدأ أرسم الدايمنشن، أو إن أنا هدوس هنا رايت كليك وأسحب لتحت في شمال بالشكل دوت، أهو هيبدأ يطلع معايا أمر الدايمنشن، فأبدأ أرسم الدايمنشن اللي أنا عايزه. دي مثلا للزاوية، أقول له مثلا لأ ده أنا عايز زاوية مثلا 45، عايز أظبط مثلا خطوط الأبعاد بتاعتي، أقول له مثلا من هنا لهنا ده دايمنشن مثلا زي ما أنا عايز، أي حاجة أنا عايزها 20 مثلا زي ما أنا عايز. طيب هقول له دلوقتي ستوب سكتش وأبدأ أجرب الأمر اللي أنا عايزه اللي هو أمر ريب، هبدأ أختار اللاين. تمام، فهو بيقول لي أنت عايز ترسم إزاي وان دايركشن. تمام، هتحدد الثيكنس بتاعك قد ايه وهتحدد الدبس قد ايه بالشكل دوت. ممكن تقول له لا ده انا عايز مثلا عن طريق تو نيكست للشكل بالشكل دوت، اهو
او اقول له لا ده انا عايزها من ناحيتين، تمام؟ فاهم الأوامر السهلة اللي بتعمل لي أشكال ثلاثية الأبعاد. دلوقتي أنا عايز أرسم فتحات في الشكل بتاعي من كرييت، أقول له هول، قال لي عندي يا إما أرسم سنجل يا إما أرسم مرتبل كذا فتحة في نفس الوقت. أقول له أنا عايز دلوقتي هي فتحة واحدة، أختار هنا وأبدأ أختار هل الشكل بتاعي بشكل بسيط ولا فيه تعيد، هختار الدبس بتاعي قد إيه، هل الشكل كله لحد الآخر ولا مثلا أقول له لأ ده أنا عايزها بس مجرد 20، لأ ده أنا عايزها مثلا 5 بالشكل دوت، الديامتر هيبقى قد إيه، تمام؟ ممكن أخليها مثلا 20، أكبر الديامتر، التاب أنجل بتاعتي هتبقى قد إيه، تمام؟ وبتقدر تعدل برضو من هنا بالشكل دوت أهو زي ما أنت عايز، تمام؟ هتبقى مثلا بمسافة معينة أنت كاتبها ولا شكل معين، ولا اقول لحد ما الشكل يخلص، تمام؟ طيب انا ممكن برضو اسهل على نفسي في موضوع ان انا ارسم فتحات وارسم بعض البوينت الاول، تمام؟ اي بوينت هنا اقول مثلا انا عايز نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، تمام؟ ستوب سكتش، النقط دي هتسهل عليا وانا برسم فتحات. اقول له هول واقول له مالتيبل واقول له انا عايز ابدا ارسم في النقط ديت، تمام؟ وابدا اختار الديامتر مره واحده، اقول له مثلا خلي الديامتر ده مثلا 5، تمام؟ اقول له اوكي. طيب لو انا عايز ارجع اعدل تاني هاجي هنا في الشكل دوت واقول له edit feature واقول له مثلا خلي دي مثلا 13 مثلا، طب التاب انجل خليها مثلا 45، تمام؟ بالشكل دوت، خليها distance حسب المسافة، تمام؟ object to cut، هل انت عايز شكل معين ولا auto select اي اشكال انت عامل لها تحديد، تمام؟ فطلع عندي الفتحات بالشكل دوت. بسم الله. دلوقتي لو انا عندي اي شكل وعايز ابدأ اكرر الشكل دوت، فبلاقي امر عامل زي array اسم pattern، تمام؟ وليكن مثلا عندي الشكل دوت عايز ابدأ اكرره في أكتر من اتجاه، هقول له هنا create pattern، هلاقي عندي rectangular، تمام؟ هختار الشكل اهوت الاتجاه اللي أنا همشي فيه وليكن مثلا الاتجاه دوت، وهبدأ أسحب، تمام؟ بالشكل دوت، ومن هنا بلاقي عندي كم عدد الناحية دي وكم عدد الناحية دي، يعني ممكن مثلا أقول له لأ خلي دي 5، تمام؟ وأخلي هنا direction المسافة قد إيه. أنا عندي نوعين، عندي الـ extent، تمام؟ بيبقى محدد لي من أول نقطة لآخر نقطة، وعندي spacing بيبقى محدد من أول نقطة لتاني نقطة، وممكن يكون في أشكال مثلا مش عايزها فهشيل علامة صح من عليها، تمام؟ بالشكل دوت، فيبقى أنا عندي المصفوفة بالشكل دوت، تمام؟ أقول له أوكي. في أي وقت أنا عايز أرجع في الشكل دوت أو أدخل أعدل تاني إيز فيوتشر وأبدأ أختار إيه الحاجة اللي أنا عايز أعدلها، تمام؟ طيب خلينا نتراجع ونختار الشكل من الأول، تمام؟ طيب لو أنا عايزه يلف في شكل دائري أدوس هنا رايت كليك وأقول له موف، تمام؟ خلي مثلا الشكل هنا، تمام؟ أوكي. أجي هنا أقول له كرييت باترن سيركلر، تمام؟ وأبدأ أختار الأوبجكت بتاعي العنصر بتاعي، طب هيتحرك على أنهي أكس؟ أقول له مثلا خد الأكس دوت. طيب أنت عايزه كام مرة؟ مثلا 5 مرات. هل انت عايزه فول ولا انجل بمعنى بالشكل دوت، تمام؟ ممكن اقول له 180، لا خليها مثلا 270، طب خليها لا 360 زي ما انا عايز، تمام؟ وعددهم قد ايه، ممكن اقول له خليهم بالشكل دوت بحيث لما اغير من اليمين غير من الشمال بنفس الطريقه، تمام؟ هقول له اوكي. طيب ادوس تراجع، ممكن اديله مسار وهو يمشي عليه، فهاجي هنا بسكتش وابدا اختار المسار اللي انا عايزه مثلا من هنا حاجه بالشكل دوت، تمام؟ واقول له ستوب سكتش، وهبدا اجي هنا من كرييت اقول له باترن واقول له باترن اون باص، فابدا اديله الاوبجكت بتاعي وابدا اديله الباص بتاعي المسار بتاعي
بالشكل دوت. طيب انت عايز كم المسافة هتبقى قد ايه وعددهم قد ايه؟ تمام ماشي، ممكن تقول لا ده انا عايزه مثلا بالشكل دوت اهوت. تمام، طب هو بيلف عايزه يبقى عمودي ولا ياخد نفس المسار؟ زي ما انت عايز بالشكل دوت. دلوقتي خلينا نرسم اشكال ثلاثيه الابعاد جاهزه، زي مثلا البوكس والسلندر والسفير والتورس والكويل والبايب. البوكس بسيط جدا، انا هرسم القاعده بتاعتي وابدا اديله الارتفاع، يعني يكون مثلا 50 مثلا بالشكل ده. طيب خلينا نرسم مثلا السلندر، فتلاقي ممكن ترسم على اي مسطح من المسطحات، او ممكن ترسم هنا على الشكل نفسه اللي هو المكعب بتاعي. خليني هنا اجي ارسم، اقول له انا عايز ارسم مثلا على المسطح اللي هو دوت. تمام، خلينا نرسم حاجة مشتركة مع المكعب بالشكل دوت. تمام، وهبدأ أديله الهاي بتاعي وليكن مثلا 90. تمام، طيب أنا دلوقتي عندي كذا اختيار، ممكن أقول له جوين. تمام، وأقول له أوكي. إيه اللي يحصل؟ الشكل والشكلين حاجة واحدة. تمام، يعني لما أجي أحرك واحد فيهم، تمام، هتلاقي إن هما كلهم بيتحركوا مع بعض مع إني اخترت شكل واحد فيهم. طيب خليني أتراجع عن الاختيار دوت. تمام، أقول له هنا أنا عايز إيديت فيتشر، اقول له بدل جوين انا عايز كات. تمام، واقول له اوكي. عمل ايه؟ طرح الشكل اللي هو السلندر من البوكس، اتبقى لي الشكل دوت. تمام، اقول له اديت فيوتشر وارجع تاني اقول له طيب انا عايز هنا بدل كات انا عايز انترسكت. تمام، هيجيب لي الشكل اللي هو المشترك بينهم، بس هو ده الشكل اللي اتبقى لي. تمام، ممكن اقول له هنا اديت فيوتشر. تمام، واقول له خلي لي اوتو سيلكت، هتبدأ أن جزء ممكن بيكون فيه كذا شكل متقاطع، فهو يبدأ يقطعهم كلهم. تمام، هقول له هنا أنا عايز شكل جديد. تمام، يبقى ده شكل منفصل عن دوت. أوكي، لو أنا حطيت دوت وقلت له أنا عايز أعمل موف، تمام، هتلاقي إن الشكل ده بس هو اللي بيتحرك والمكعب بتاعي زي ما هو. تمام، طيب أنا دلوقتي هقول له أنا عايز سفير، وأختار مثلا السفير دي هنا. تمام، ومن نص الشكل دوت أبدأ بختار شكل السفير أو الكورة. تمام، ممكن برضه نفس الفكرة أقول له أنا عايز جوين يبقوا مع بعض أو كات أو انترسكت. تمام، تبقى حاجة بشكل دوت. تمام، هقول له مثلا أنا عايز تورس. تمام، أهو أحدد نص القطر بتاعي وأقول له مثلا أنا عايز ألف على أنهي أكس بتاعي. ماشي، أهو نص القطر بتاعي قد ايه. تمام، اقول له بعد كده انا عايز كويل. كويل بيبقى فيه شويه اختيارات زياده. تمام، اقول له مثلا انا عايز ارسم كويل على هنا اهوت. تمام، عايز الدايمتر بتاعه هيبقى قد ايه. تمام، كام ريفولف هيلف كام مره. ممكن ابدا اختار كده. تمام، هقول له مثلا الريفولوشن بتاعي مثلا 5، هيلف كده 5 مرات معايا. تمام، الهاي بتاعي قد ايه؟ الانجل ممكن نديله مثلا زاوية يكون مثلا 45. تمام، يلف كده وهو بيلف يطلع لبره. تمام، اقول له شكل السكشن بتاعي مثلا اخليها لا مربع. تمام، اهوت، لا خليها مثلا ترانجل بالشكل دوت. السكشن البوزيشن بتاعي هيبقى فين؟ يعني لو انا خدت سكشن هنا يبقى النقطة اللي هي بتلف معايا. تمام، اقول له مثلا اون سنتر انسايد اوت سايد. بعد كده السكشن سايز قد ايه؟ الاوبريشن بتاعي جوين ولا قط ولا انترسكت زي ما عايز. هقول له اوكي، فطلع لي الشكل ده. تمام، هو ما ظهرش عشان انا قلت له قط. ممكن اقول له خليها نيو بادي لو انت عايز الشكل كله يظهر معاك. تمام، بايب. بايب عامل زي امر سويب، بس هو الفكره كلها ان هو اسرع ومحكوم بان هو بيبقى دايره بس. اقول له هنا انا عايز ارسم بايب. تمام، فبيقول لي اختار الباص، فلازم يكون في باص مرسوم. اقول له مثلا خلي الباص اهوت. تمام، تمام،
ابدا بعد كده اقول له انا عايز اعمل كرييت بايب، بيقول لي اختار الباص اهوت، وبعد كده بديله نص القطر بتاعي، الديستنس بتاعي قد ايه؟ 20. تمام، دلوقتي هبدأ أرسم بايب، هقول له كرييت بايب. البايب هو أمر سويب بس أسهل على طول، وبمحكوم بإن أنت متنفعش ترسمه أي شكل غير الدائري، فهقول له هنا بايب، هيقول لي اديني الباص، فهبدأ أرسم الباص الأول، هقول له أرسم لي الباص وليكن مثلا حاجة بالشكل ديت. تمام تمام وأبدأ أقول له كرييت بايب، فبيقول لي انا عايز الباص، اقول خد الباص اهوت، عايز الديستنس قد ايه، هيكون مثلا مثلا 0.5. تمام، بنص الشكل الشكل كله. تمام، السكشن سايز اللي هو الديامتر، هقول مثلا خليها 50. تمام، تبقى حاجة بشكل دوت. هل ينفع تخليها سكوير ترانجل؟ دلوقتي عايز ارسم بايب، هقول له هنا من كرييت انا عايز ارسم بايب، فبتلاقي شكل بايب جاهز. تمام، هيقول لي اديني الباص، فابدا ارسم الباص بتاعي اهوت. بالشكل دوت، ده المسار بتاعي. بعد كده اقول له كرييت بايب، هدي له المسار، بيقول لي الديستانس، هل انت عايز الشكل ده كله ولا نصه؟ أقول له خليها بوينت 5، بوينت 5. تمام، هل أنت عايز شكل إيريا ولا سكوير ولا ترانجلر؟ تمام، يبقى شكل مثلث لو أنت عملت زوم أهوت. تمام، هل أنت عايز نص قطر قد إيه؟ خليها مثلا 20. تمام، الشكل ده. بعد كده في أور مثلا زي أور ميرور، لو أنت عايز تعمل ميرور لحاجة أنت رسمتها، وليكن مثلا الشكل دوت، خلينا نختار مثلا بالشكل دوت اهو. عايز تعمل انت ميرور، كرييت ميرور، فبيقول لك بس اختار شكل المسطح اللي انت هتعمل عليه ميرور. تمام، ممكن تختار كذا مسطح، وممكن تقول له انا عايز مثلا ميرور على المسطح دوت. تمام، فهو كده عمل لي ميرور على الشكل اللي هناك. اوكي، فبقى عندي هنا مكعبين، هتلاقي الأشكال كلها اتكررت على المسطح دوت. دلوقتي بعد ما رسمنا الأشكال المجسمات، تعال نشوف إزاي نعمل أوامر تعديل. بلاقي في أمر موديفاي اللي هو بريس بول، ده مجرد بس إن أنا بعمل إكسترود للشكل بالطريقة ديت. بعد كده بلاقي أمر فيلت، ببدأ أختار اللاين اللي عندي بالشكل دوت. تمام، هو يبدأ يعمل فلت، يعني بيبدأ يعمل زاوية هنا هنا تبقى انجل، بحيث يبقى شكلها أخف شوية. هقول له مثلا أنا عايز الريدس بتاعي مثلا 3، فيعملها بالشكل دوت. وممكن أختار الكورنر تايب، عندي الشكلين دول أختار بينهم. تمام، أقول له كنسل. بعد كده ألاقي في أول موديفاي رول فلت، ده بختار سطح او مجموعة من الاسطح، وهو يبدأ يعمل لها فلت زي ما انت عايز بقى، الزاوية مثلا 5. تمام، تبقى بالشكل دوت. ممكن تختار كل الاسطح او سطح واحد زي ما انت عايز، يعني ممكن اقول لا ده انا عايز سطح دوت وسطح دوت، تبقى معاك كذا سطح في نفس الوقت. خلي ده 0 مثلا اهو، بالشكل دوت. بعد كده أمر شنفر. تمام، ده بيعمل قطع مش زاوية، لأ ده بيعمل شطف للدروع اللي أنا اخترعها، مثلا أهد دوت ده ده مثلا أهو، وأقول له خلي الزاوية، خلي المسافة مثلا 5، فيعملها لي شطف بالشكل دوت، خط مستقيم بدل الأرك اللي كان موجود. تمام، كل الأمر دي بيساعدني إن أنا
اعمل تعديل على الشكل بحيث يوصل للحاجه اللي انا عايزها. تمام. طب امر شيل، امر شيل اللي بيعمل لي تجويف في الشكل. احنا عندنا الاشكال اللي احنا بنرسمها دلوقتي اشكال مصمته، طول ما انا في الموديل دي اشكال مصمته. لما بدخل هنا في الكريت فورم ده بيدخلني في سكريبت، ده بيبقى حاجات مفرغه زي ما هنشوف بعد كده. تمام. طيب انا دلوقتي عايز ارسم من موديفاي، بقول له شيل، فببدا مثلا اجوف الشكل دوت، بختار مثلا السطح دوت، فبيقول لي انت عايز تعمل التجويف قد ايه، اقول له مثلا 3. تمام. او اي حاجه انا عايزها. تمام. ممكن اقول له انا عايزها من انسايد او اوت سايد. تمام. بالشكل دوت، او انا عايز الاثنين انسايد واوت سايد. تمام. بالشكل دوت، انتج لي شكل يكون فيه فراغ بالشكل ده. تمام. اجي هنا موديفاي، هقول له درافت. ايه درافت دوت؟ درافت انا بحدد السطح اللي انا هشتغل عليه، وليكن مثلا السطح اللي تحت اللي هو البلان. بعد كده اختار الفيس بتاعي، وليكن اختار الشكل دوت. تمام. كل ما بختار شكل بيبدأ هو يديله الزاوية، تمام، بحيث يبقى مايل بالطريقة ديت واقدر اختارها زي ما انا عايز. تمام. ممكن اختار كذا زاوية مثلا بالشكل دوت. تمام. بقول له مثلا خلي الزاوية هنا مثلا سالب 20، تبقى بالشكل ده كأنك هتعمل هرم. تمام. ماشي. ولا نعمل تراجع. هقول له بعد كده انا عايز اعمل سكيل. تقدر تعمل سكيل للشكل زي ما انت عايز، بحيث ان انت تكبر وتصغر زي ما انت عايز. لو شكل بعد ما انت رسمته حسيت ان هو عايز يكبر او يصغر، تقدر تعمل له فيكتور زي ما انت عايز. يعني مثلا تقول مثلا ايه، انا عايز نص الشكل دوت، او عايزه ضعف زي ما انت عايز. موديفاي كومباين، لو انا عندي كذا شكل وعايز ادمجهم مع بعض، اقول له مثلا انا عايز اعمل شكل مثلا بوكس تاني. تمام. اهو تمام. اهو بيقول لي انت عايزه قط ولا عايز، اقول له انا عايزه نيو بادي شكل جديد بالشكل دوت. هاجي هنا موديفاي، هقول له انا عايز كومباين، فبيقول لي اختار الشكل، فبقول له ده الشكل الاولاني. تمام. وده الشكل التاني. طب هتعملهم جوين ولا قط، تطرح ده من ده ولا انترسكت، يبقى الحاجه المشتركه بس هي اللي موجوده. تمام. ولا ممكن بعد ما يعمل سيب لي بقى كيب تولز تفضل برضه موجوده لو انا عايز. تمام. يعني هنا في الجوين هيبقوا الاثنين حاجه واحده، لما اجي احركهم هيتحركوا مع بعض. تمام. ماشي. ممكن اقول له لا ده انا عايز edit future، واقول له لا ده انا عايز هنا cut. تمام. تروح للشكل الشكل دوت من الشكل التاني. تمام. ممكن اقول له لا ده انا عايز بس الحاجه المشتركه بس. اوكي. تبقى الحاجه المشتركه بس هي اللي تظهر. تمام. دلوقتي خلينا نشوف امر split. بلاقي عندي اتنين، split face و split body. split face هيعمل لي على الفيس ده بس، سبيد بادي هيعمل على الجسم كله. خلينا نفعل الاوريجن هنا. تمام. اجي هنا انقل الشكل ده شويه. تمام. الشكل دوت. دلوقتي هقول له انا عايز اعمل اوفست للبلان دوت، اوفست بلان، اختار البلان ده هوت وابدا اعمل اوفست. تمام. بحيث يبقى قاطع للشكل بتاعي. اجي هنا اقول له من اول موديفاي، هقول له سبيد فيس، هختار الفيس اللي انا عايزه، وليكن مثلا الفيس ده بس، واقول له اسبريت تول، واقول له خلي ده هو اداه القطع بتاعتي، فبيقول لي القطع هيبقى بالشكل دوت، هقول له اوكي. تمام. شكل زي ما هو بس هو قطع في الفيس دوت. انا بقول له بعد كده اسبريت بادي، اختار الشكل ده كله، وبعد كده هقول له اسبريت تول، واروح مختار قطع هنا، واقول له اوكي. دلوقتي اصبح في قطع في الشكل كله. لو جيت هنا وقلت له انا عايز اعمل موف، هتلاقي الشكل ده بيتحرك لوحده، واقدر اعمل له سكيل لوحده زي ما انا عايز، اعمل له موف زي ما انا عايز.
روتيت منفصل عن الشكل دوت، بقى اصبح عندي شكلين منفصلين. برنامج فيجن 360 فيه نوعين من الاشكال ممكن اعملهم. في نوع اللي هو السوليد، بيبقى حاجه مصمطه كل اللي جواها كتله، وفي نوع بيبقى مفرغ بيبقى جواه فراغ هواء زي البالونه، في بس هيكل خارجي. ده بنعمل مثلا بيه الشاسيه بتاع العربيه، الهيكل الخارجي بتاع العربيه او الطياره او اي حاجه مفرغه من جوه. تمام. طيب انا دلوقتي في الاشكال العاديه باجي من هنا كرييت واقول له عايز ارسم بوكس وسلندر، لا هنا هقول له انا عايز اعمل كرييت فورم، فبيبدا يغير. بدل ما كنا شغالين على موديل هيدخلنا على حاجه اسمها سكيبت. تمام. هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم مثلا بوكس، هتلاقي هنا الحاجات بتاعت كرييت دي اوامر انشاء اي مجسم زي ما موجود في الاشكال اللي هي السوليد اللي بره، اوامر موديفاي لو انت عايز تعمل اي اوامر تعديل. تمام. سيمتري ده ما كانش موجود في الادوات العاديه، واليوتيليتيز هلاقي عندي السكتش لو انا عايز ارسم حاجات 2 دي وبعد كده ابدا احولها لل 3 دي، كونستراكت لو انا عايز ارسم بلان جديد، انسبكت لو انت عايز تقيس حاجه او تعرف معلومات عن حاجه، انسرت لو انت عايز تدخل صوره او تدخل ملف دي اكس اف او تدخل مش، يعني بيديك بعض الاختيارات تدخل عناصر من بره. بتخلص خالص بتقول له فينيش فورم، يبقى انت كده خلصت الشكل بتاعك. خليني اقول له كرييت وهقول له بوكس، الاقي هنا هو مديني اختيارين. ممكن ارسم السنتر، يعني ببدا احدد السنتر بتاعي وابدا اسحب التو بوينت، بحدد اول نقطه وتاني نقطه. تمام. دلوقتي انا هبدا ارسم، اللي عندي حاجه اسمها الدايركشن. ايه الدايركشن دوت؟ بيديني اختيار اللي هو وان سايد، يبقى انا كده الشكل هيترسم بس في الجزء اللي فوق زي ما احنا شايفين. تمام. لا هقول له لا ده انا عايز بدل وان سايد عايزها سيمتريك، يبقى اللي هيبقى مكرر فوق وتحت بالشكل دوت. تمام. دلوقتي بيقول لي عدد الاجزاء اللي انت عايزها. تمام. حسب اللينس او الويتس او الهاي، هقول له مثلا خلي ده 4 وده 4 وده 4 بالشكل دوت. هل انت عايز ميرور ولا لا؟ يعني في العادي انا برسم هنا او بعمل تعديلات على الجزء دوت بقيت الشكل ما بيتاثرش. تمام. لا انا ممكن اقول له اعمل لي ميرور بحيث اللي يتعمل الناحيه دي يبقى في ميرور يتعمل الناحيه التانيه. هقول له ميرور، اقول له خليها في اللينس والويتس والهاي. بكده لو انا عدلت في الجزء دوت هيتعدل الناحيه التانيه، لان عندي مرايه اللي بيحصل فوق هو اللي بيحصل تحت، وكذلك برضه اليمين زي اليسار. هقول له اوكي ونشوف هنعمل تعديلات مع بعض ازاي. دلوقتي لو انا عايز اعدل على الشكل دوت، تمام، ممكن اعمل سيلكت وابدا اعدل، او اقول له من موديفاي اديت فورم، بيديني الشاشه ديت. اولا سيلكشن فلتر اللي هو ايه؟ ان انا هبدا عايز تحدد ايه؟ يعني ممكن اقول له انا عايز احدد بوينت بس، يبقى انا كده لما هعمل سيلكت يعمل سيلكت على البوينت بس. طيب لما اعمل سيلكت على البوينت بس ممكن اختار من هنا مالتي، فابدا اعدل في الموف، اعدل في الروتيت، في السكيل زي ما انا عايز. ممكن اقول له مثلا عايز اعمل روتيت للجزء دوت، عايز اعمل سكيل. تمام. تقدر تعمل موف سكيل زي ما انت عايز، كل اللي انت عايز تعدل فيه تقدر تعدل فيه براحتك. تمام. ده على مستوى البوينت. طيب لو انا مش عايز اعمل على مستوى البوينت، ممكن اقول له على مستوى الايدج، يبقى انا حد ايدج كده. تمام. يبقى انا كده التاثيرات بتاعتي على الايدج دوت لما اعمل موف هيتعمل على الايدج. لا طب ده انا عايز اعمل على الفيس، يبقى انا كده هحدد الفيس. تمام. لاحظ ان انا بعمل سيلكت وبيعمل سيلكت برضه الناحيه الثانيه، اللي بيحصل هنا في ميرور اللي هو الخط الاخضر دوت بيأثر على الناحيه الثانيه. طيب هقول له لا ده انا عايز ايه، قول اعمل سيلكت على اي جزء يتعمل على طول. طيب هنا بلاقي عندي ان انا اعمل سيلكت لكل حاجه، اعمل الاوامر اللي هي موف وروتيت وسكيل. هنا لا انا اقول له انا عايز اوامر موف بس بالشكل دوت. تمام. انا عايز اوامر روتيت بس، لا ده انا عايز اوامر سكيل بس. تمام. زي ما انت عايز بقى، كبر وصغر زي ما انت عايز. تمام. دي بعض الاوامر اللي بتسهل عليا ان انا اعدل في الشكل، كان معاك قطعه عجينه بتبدا تعدل فيها زي ما انت عايز. تمام. طيب خلينا نقول اوكي. ايه اللي يفرق الشكل دوت على الاشكال اللي احنا كنا بنرسمها بره؟ خلينا اقول له هنا فيجوال ستايل، خليها شديد. اللي بيفرق ان انا لو عملت سيلكت على جزء ودوست ديليت هتكتشف ان الجزء ده مفرغ بالشكل دوت. تمام. مفيش اي حاجه فيه، هو مجرد بس قشره خارجيه. تمام. ممكن تختار حاجه بالشكل دوت فيجوال ستايل. تمام اهو. طيب
اقول له بعد كده مثلا انا عايز اعمل بلان، هرسم بلان بالشكل دوت، بحدد بقى اللينس بتاعه قد ايه والويدث قد ايه واللي هيتقسم على كذا من تقسيمه. تمام. طيب دلوقتي لو انا قلت له اوكي وجيت على الجزء دوت وعملت له ديليت، عايز ابدا ارجع الشكل ده تاني. تمام. ممكن اجي هنا اعمل سيلكت وهقول له من موديفاي انا عايز اعمل فيل هول، فيبدا يكون لي الشكل تاني، بيبدا يشوف الفراغات ويبدا يكملها. تمام. بالشكل دوت ممكن من يوتيليتيز الاقي حاجه اسمها ديسبلاي مود. تمام. بيبدا يقول لي انا هعرض لك كل الحاجات على شكل مربعات ومستطيلات بالشكل دوت. تمام. او هبدا اعمل سموث للمنظر. تمام. يمكن مش واضحه قوي دلوقتي، خلينا نرسم مثلا مربع مثلا بوكس بالشكل دوت. تمام. اقول له اوكي، خلينا نشوف يوتيليتيز ديسبلاي مود. اهو لما عملت عليه سيلكت، المفروض ان انا اعمل سيلكت الاول، بدأ الشكل كله يبقى بشكل مربعات ومستطيلات. لما اقول له اعمل لي سموث هيرجعه لي تاني سموث بالشكل دوت. تمام. طيب دلوقتي هتلاقي نفس الاوامر اللي كانت موجوده زي سلندر مثلا، هبدأ ارسم سلندر. انا مش عايزين نكرر الامر تاني، بس خلينا نشوف سلندر عشان انها تبقى مفرغه اول ما تترسم اهيت بالشكل دوت. تمام. وتبدا تحدد بقى الطول بتاعها والتقسيمات بتاعتها زي ما انت عايز بنفس الاوامر اللي موجوده قبل كده. تمام. طيب خلينا نشوف امر موديفاي. هلاقي عندي حاجه اسمها انسيرت ايدج. لو انت عايز مثلا تحط ايدج هنا في الجزء ده مثلا، تمام، عايز اضيف ايدج هنا، فهاجي هنا اقول له انا عايز اختار ايدج يكون قريب منه، سيلكت ايدج، وابدا احركه الايدج اللي انا عايزه يبقى فين. تمام. المسافه اللي انا عايزها، وممكن اقول له بوز يبقى من ناحيتين بالشكل دوت اهو. تمام. اقول له ايه اوكي. تمام. ممكن اجي هنا اقول له موديفاي بعد كده ايه سب ديفايد. سب ديفايد يبقى اختار شكل هو يبدا يقسمه. تمام. الشكل دوت اهو اخترته بدا اقسمه له اهوت، اقول له اوكي. تمام. هقول له موديفاي تاني، هقول له انسيرت بوينت، فابدا احط بعض البوينت، اختار مثلا خليها مثلا في الجزء ده، اخترت بوينت هنا وبوينت هنا، هو يبدا يوصل بينهم زي ما انت شايف. تمام. هقول له اوكي، فبدا عمل لي شكل بالطريقه ديت. تمام. ممكن اختار مثلا الجزء دوت وابدا اشوف اوامر التعديل اللي عليه. تمام. بحيث مثلا اختار مثلا ان اعمل موف، احرك الجزء ده بس. اوكي. تمام. يعني اوامر تعديل كويسه، هنشوف بعضهم. تمام. زي مثلا ميرج ايدج، ممكن تدمج بعض الحدود مع بعض. تمام. يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز مثلا ديت، واختار بعد كده المجموعه التانيه اهي بالشكل دوت. واقول له اوكي، هيبدا يدمجهم مع بعض. ممكن اختار حاجه تانيه اللي هي ان انا اعمل بريدج بينهم، موديفاي بريدج، اختار مثلا دوت واختار مثلا المقابل ليه. تمام. اقول له ايه اوكي. تمام. عمل لي توصيله بين الاثنين بالشكل دوت كده، عمل لي ايدج بين الاثنين. تمام. طيب ادوس تراجع، اشوف بعد كده مثلا امر في الهول اللي شفناه. تمام. هي بعض الاشكال البسيطه، الاوامر السريعه وكانت موجوده في 3 دي ماكس، فهي اوامر مجرد، بس هنشوف نبذه الاوامر. هتلاقي اوامر تعديل دلوقتي. شوف موضوع السيمتري، لو انا دلوقتي رسمت شكل هنا تمام على الواجهه ديت، وقلت له من السنتر اهوت، ما اخترتش انا موضوع السيمتري هنا، قلت له اوكي، وهاجي اعدل في واحده فيهم في مثلا الجزء دوت اهو، اعمل سيلكت على الجزء دوت واقول له انا عايز اعمل موديفاي، واقول له ده اعمله لي موف بالشكل دوت. اوكي. تمام. انا عايز نفس اللي حصل هنا يحصل الناحيه التانيه، فهعمل ايه؟ هاجي هنا من سيمتري واقول له ميرور، وراح مختار الفيس دوت، واختار الفيس الناحية التانية،
فلاقي ان هو خلاص خد نفس الصفات، بقى فيه مراية في النص. اقول له اوكي، دلوقتي هاجي اعمل ديليت للجزء دوت، تمام. هقول له ديليت ديليت اهوت، ماشي. طيب دلوقتي هقول له ايه بقى، انا عايز هنا من سيمتري، انا عايز ميرور دوبليكيت، تمام. هروح اعمل سيلكت لكل العناصر، تمام. وبعد كده احدد الميرور بلان بتاعي، الميرور بلان اللي هو دوت، الاقي الشكل اتعمل له دوبليكيت وميرور بالشكل دوت، وبقى في ميرور بحيث لو انا عدلت الناحيه دي تعدل الناحيه التانيه في نفس الوقت. خلينا نعمل اديت فورم واقول له اعمل لي مثلا اي حركه هنا، مثلا موف، تلاقيه اتحرك معايا من الناحيه التانيه. سريعة جدا وقوية جدا، تمام. بعد كده لما اخلص خالص هقول له فينيش فورم، اقول له كونتينيو، فتبدأ تظهر عندي الاشكال هيت موجودة وانا موجود في قلب الموديل.